ونحن في هيئة الحشد الشعبي نشكر أبناءنا وقادتنا وإخواننا وأعزائنا في العمليات وفي كل صنوف الهيئة المختلفة، من الإعلام إلى الدعم اللوجستي إلى العمليات إلى الاستخبارات إلى الأمن إلى كل مفاصل هذه الهيئة. أنا أشهد بأنهم كانوا يتسابقون في تقديم هذه الخدمة، والحمد لله كانت بصمة هذه الزيارة بصمة حشدية واضحة، وهذه البصمة هي شرف وفخر وعز لهيئة الحشد الشعبي. لا ننسى ولا يفوتنا الدعم الكبير الذي قدمته حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها دولة الأخ الأستاذ محمد الشيع السوداني، لقد وفر كل الفضاءات والمناخات لكي تنجح هذه الزيارة.